خصوصا فريق اللي نزل القسم الوطني الثاني، سي ديفيسيل انه يتقبل عنا انه في القسم الوطني الثاني. الحمد لله كان واحد لو ترافاي اينور مع لو ستاف ديالي، ستاف تكنيك، ستاف ميديكال. الحمد لله نتيجة اللي فرحنا لها كل. سي فري ان التعب ديالنا الحمد لله كانت لا ريكومبونساسيون، الكومبوزيشن اللي كانت مهمه. كنشكر الجميع، المكونات ديال المغرب التطواني، الاداره، اللاعبين، ستاف تكنيك، ميديكال، بيبليك. كنشكرهم على المجهود اللي قاموا به، على الدعم ديالهم، على المسانده ديالهم لا مشروطه. الحمد لله الفريق ماشي صعد ولكن رجع للمكانه ديالو اللي كان كيستحق، باللاعبين اللي الحمد لله كانوا رجاله بوندون البيريود كلها. يعني اينورم سان ترافي اينورم باش تلعب 20 لعاب في تقريبا 19 ولا 20 مقابله، ماشي سهل. كانوا لي كارتون، كانوا لي بليسير. الحمد لله ميم كنا كنلعبوا بدي جوار اللي كانوا كيحسوا بدي بتي بوبو، ولكن زون دوني افون. الحمد لله نتيجه مهمه ومهمه بزاف. كنشكر المكونات ديال الفريق. صحيح لاننا اليوم لعبنا مع فريق اللي منظم، فريق اللي خلقنا متاعب، سجلنا تقريبا في الدقائق الاخيره في ضربه جزاء. هذه كره القدم. كنشكر شباب بن قرير على المجهود اللي قاموا به، لو طرافاي اللي كيدير عبد الرحمن السعيدي. انا اشتغلت في النادي، فريق اللي محترم، فريق اللي منظم، فريق ان شاء الله اللي غيقول الكلمه ديالو ان شاء الله عما قريب ان شاء الله. العوده ديالي لفريق الام جات يعني ما نقولوش سطحيه، لان الفريق اعطاني كثير وما يمكنناش اننا نخوي بهذا الفريق هذا اللي تربينا فيه وكبرنا فيها اللي كبرنا فيه. والحمد لله ربي ما خيبناش واننا حققنا الصعود، رجعنا الفريق المكانه ديالو، ردينا له القيمه ديالو اللي كان كيستاهل، واللي عيب وعارنا فريق في هذا الحجم هذا، في هذا الجمهور هذا، وساكنه تطوان باكملها انها طيح للدوزيام سيري. كما قلت عيب وعار، والحمد لله اننا رجعنا للمكان الطبيعي ديما تطوان، ديما تطوان، تحيه تطوان. فالحمد لله كيف ما شاف الجميع، فهذه كانت اخر مقابله لنا اللي حققنا فيها الصعود. الحمد لله هذا الشيء ما جاش غير هكاك، جاب واحد المجهود كبير قاموا به جميع فعاليات ديال المغرب التطواني. كان على العاتق ديالنا واحد الامانه باش نرجعوا هذا الفريق للمكانه ديالو اللي كان كيمارس فيها القسم الاول. الحمد لله ربي ما خيبناش، ضافرت الجهود والحمد لله حققنا المراد، الحمد لله والشكر لله. El equipo creo que se merece estar en primera división otra vez. El año pasado no nos merecimos bajar a segunda división. El equipo ha hecho un esfuerzo durante todo el año increíble. Hemos hecho viajes para todo mucho tiempo, con muchos días de viaje. Y creo que el equipo se merece estar en primera división.